أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الكريم: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. في الإسلام عبادات، وفي الإسلام شعائر. ولا شك أن الإمام الحسين سلام الله عليه الذي قتل في سبيل الله وقدم خلال نصف نهار كل ما كان يملك، كل ما يرتبط بالإمام الحسين فهو شعيرة من الشعائر، بشرط أن لا يخرج من إطار الدين، أي لا يكون في ذلك معصية. كل ما يرتبط به: إقامة مجالس الذكر، إقامة مجالس العزاء، الذهاب إلى زيارته، رفع اسمه في أي مكان من الأماكن، شعيرة من شعائر الله. وما يجمع عليه الناس ويعتبر بمرور الزمن شعيرة من الشعائر، بمعنى يكون عمل جمعي يؤديه الناس تذكرهم بالإمام الحسين، تذكرهم بمصائب الإمام الحسين، تذكرهم ببطولات أبي عبد الله سلام الله عليه، فهي شعيرة وتدخل ضمن إطار شعائر الله. إلى درجة أن الأئمة قالوا أن الجزع لا يجوز على الموتى إلا لأبي عبد الله الحسين. هل يجوز الأب هذا أن يلطم على ولده، يعني يبدل الجزع على رحيله؟ لا، لكن على أبي عبد الله الحسين نعم. فالحسين الذي أعطى كل شيء في سبيل الله خلال نصف النهار، كلما نعطي له نحن لم نقدم شيئا. الشعائر الحسينية سياج لحفظ الدين، لابد من إقامتها والاستمرار عليها والعمل والنضال من أجل أن تستمر إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل إنسان تشترك في موكب تطبير تشوف بعد قلبك ما برد، ما مسوي شيء. تشترك تلبس كفنك، تشيل سيفك، تضرب على قمة راسك، تقول إنا جنودك يا حسين، وهذه أسيافنا ودماؤنا الحمراء، إن فاتنا يوم الطفوف فإنما أرواحنا لك يا حسين فداؤه.